المنظومة الكروية الجزائرية لما يطلب منك عضو هيئة كروية، وبالدليل يطلب منك ترتيب مقابلة في ديربي عاصمي، ويقول لك انه رئيس الرابطة المحترفة هو اللي راه يطلب منك، ويطلب مني انا كحكم مساعد ومن حكم رئيسي. الاثنين تلقينا نفس الاتصال في نفس اليوم وفي نفس التوقيت، يطلب منك ترتب مقابلة لصالح فريق عاصمي امام فريق عاصمي اخر في 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 مقابلة، كما نقولوا في مقابلة او ريسك دون ذا ماتش او ريسك. لما السي رئيس الرابطة المحترفة يطلب مني شخصيا في نصف نهائي كأس الجمهورية، ويقول لي بالحرف، يقول لي راك معين في نصف نهائي كأس الجمهورية في تيزي وزو بين شبيبة القبائل وعين فكرون، ويقول لي بالحرف vous avez pour mission de désavantager la JSK intelligemment. لما رئيس لجنة التحكيم هذا اللي جا جديد في أول ملاقاة تاعي معاه في شهر أوت، وأنا معين نهائي كأس الممتازة في أول لقاء و24 ساعة قبل مباراة الكأس الممتازة، يتهمني بالرشوة. أنا اللي عندي 10 سنوات في القسم الأول وربع سنوات كحكم دولي، يتهمني بالرشوة. دخلنا مباراة كأس ممتازة من دون تركيز، أنا والحكم المساعد الآخر حتى هو نفس الشيء، دخلنا من دون تركيز، وصاروا أخطاء كارثية في هذه المباراة، ونعتذر فريق اتحاد العاصمة الأخطاء اللي صاروا في نهائي كأس ممتازة، ونطلب السماح من فريق مولودية الجزائر وأنصاره، وإن كان فريق مولودية الجزائر يعني يستهل الكأس هذيك، وحسيناه كحكام حسيناه أكثر حظوظ.